ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. استفاق سكان جماعة تمغورد نواحي مدينة الزاغورة صباح اليوم 21 يناير الجاري على دوي انفجار العشرات من قنينات الغاز البوطة التي كانت محملة على متن شاحنة مخصصة لبيعها. وكشف فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة زاغورة أن هذا الانفجار لم يخلف خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن الشاحنة احترقت بالكامل بسبب احتراق قنينات الغاز الذي هز تمغورد. وأضاف الفاعل الجمعوي أن الأسباب الحقيقية لهذا الانفجار لقنينات الغاز التي تسببت في حرق الشاحنة بالكامل يعود حسب إفادة مصادر من عين المكان إلى بقايا السجائر التي رماها أحد المدخنين قرب الشاحنة. وأردف المتحدث أن هذا الحدث تسبب في استنفار الأجهزة الأمنية بالمنطقة وكذا عناصر من الوقاية المدنية التي حلت بمكان الحادث، حيث أخمدت النيران بفضل تجنيدها لكل الوسائل اللوجستيكية. وأوضح ذات الفاعل الحقوقي أن هذا الحادث تسبب في حالة من الرعب والفزع لساكنة تمغورد، وذلك بسبب ما نتج عن تطاير لقنينات الغاز الذي تسبب فيه الانفجار. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.